بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم جميعا في اللقاء الحي الأول لمادة مبادئ الاقتصاد الكلي. بالطبع كما تعرفون كان من المتوجب أن يكون هذا اللقاء الأول قبل أسبوعين الآن، لكن تم تمديد إجازة العيد الوطني ليوم آخر، فأصبح من المتعذر أن نعطي اللقاء الأول قبل أسبوعين. والأسبوع الماضي أيضا كنت أود أن أعطي اللقاء الأول كتعويض، لكن حصل الحريق في الرياض وانقطع الكهرباء، فاليوم نبدأ صح متأخرين أسبوعين، لكن في النهاية سوف نقوم بتعويض ذلك بإذن الله تعالى في آخر أسبوعين، حيث سوف نعطي بدل لقاء في الأسبوع لقاءين في الأسبوع، يعني أسبوع 11 لقاءين والأسبوع 12 لقاءين. أوكي. الآن بالطبع نحن بصدد مادة مبادئ الاقتصاد الكلي، ومعظمكم بالتأكيد أخذ مادة مبادئ، الله يسلمكم جميعا، الله يسلمكم، أخذ مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي. بالطبع هي مادة يعني جميلة وفيها شغلات كتير بتفيدكم في حياتكم العملية، وبإذن الله تعالى يعني بتخرجوا من هذه المادة في نهاية الفصل وأنتم لديكم معرفة ماذا يعني الاقتصاد الكلي، ماذا يعني مفاهيم كثيرة في الاقتصاد الكلي تسمعوها على التلفزيون، تقرؤوها في الجرائد، من تضخم، من بطالة، من مشكلة البطالة في البلد، من مشكلة التضخم في البلد، كيف، ما هي السياسات لحل مشكلة التضخم، ما هي السياسات لحل مشكلة البطالة، أمور كثيرة بتسمعوها أيضا بالتلفزيون، نمو الناتج المحلي الإجمالي، ماذا نعني الناتج المحلي الإجمالي، ماذا نعني بالناتج المحلي الإجمالي الإسمي والحقيقي، وكيف نحسبه، كل أمور هاي حنقودها، وكيف نحسب مستوى العام الأسعار لكي نحسب مستوى التضخم في البلد، والتوازن في الاقتصاد، كيف يتحقق التوازن في الاقتصاد، كل هذا، كل هذه الأمور بإذن الله تعالى سوف نأخذها في هذا الفصل إن شاء الله. بالطبع أنا بحب أبدأ بمفاهيم يعني مفاتيح. بالطبع هذا اللقاء الأول سوف يكون ذكر لما سوف نأخذه بالتفصيل فيما بعد، يعني أنا سوف أذكر الآن التضخم في نصف سطر تعريفه، لكنه في اللقاء السادس أو السابع سوف نأخذ التضخم بشكل تفصيلي، أنواع، نشوف أنواع التضخم، نشوف تعريف التضخم، كيف نحسب نسبة التضخم في البلد إلى آخره، كيف نحل مشكلة التضخم، ما هي السياسات المالية الواجب اتباعها، ما هي السياسات النقدية الواجب اتباعها، كل هذه الأمور نأخذها بالتفصيل فيما بعد. وأيضا البطالة سوف أفرد للبطالة لقاء لوحده للحديث عن أنواع البطالة، كيف نحسب البطالة، كيف نلجأ للسياسات لتخفيض البطالة، العلاقة بين البطالة والتضخم من خلال منحنى اسمه منحنى فيليبس، أمور كثيرة حنذكرها الآن بشكل سريع بشكل سريع، لكن سوف نأخذها بالتفصيل فيما بعد في اللقاءات القادمة. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بتعريف علم الاقتصاد. طبعا علم الاقتصاد يشمل قسمين، علم الاقتصاد يشمل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي بالطبع، لكن كعلم اقتصاد هو كعلم حديث، لأنه علم الاقتصاد علم حديث جاء لكي يحل مشكلة، ألا وهي المشكلة الاقتصادية. إن شاء الله بتعتمدوا على الشرائح فقط يا شباب، أنا هذه الشرائح أرتبها لكم بشكل منظم بحيث أستطيع أسهل عليكم الأمور وترتاحوا بإذن الله تعالى، فبتعتمدوا نعم على هذه الشرائح التي سوف
أنزلها تباعا في المنتدى بإذن الله تعالى. الشرائح سوف تنزل تباعا في المنتدى بإذن الله تعالى. الله يعافيكم جميعا. طيب، فأنا بحكي إنه علم الاقتصاد تقريبا هي نفسها. نعم، في حدا سألني، هي نفسها. نعم إن شاء الله، هي نفسها بإذن الله. في بعض الأمور بحاول أبسطها أكثر، ححاول أبسط ما أمكن، إذا استطعت أبسط بحاول أبسط لكم بحيث إنه تدخلوا الاختبار النهائي مرتاحين وتستطيعوا تذاكروا بشكل جميل ومريح للجميع بإذن الله تعالى. أوكي، الآن بدنا نكمل يا شباب. فأي واحد عنده أي سؤال تنظيمي زي الأسئلة التنظيمية يتركها لنهاية اللقاء بإذن الله، وأنا بجاوبه بإذن الله تعالى. أوكي، الآن حكيت عن علم الاقتصاد بيهتم جاء لكي يحل شيء اسمه المشكلة الاقتصادية. والمشكلة الاقتصادية، لا يا عائشة العنزي، لا أستطيع قفل الشات، لأنه إذا قفلت الشات تتحول المحاضرة إلى خطبة، وأنا لا أريد زي خطبة الجمعة، يعني ناس يتلقون دون تفاعل. أنا بحب التفاعل، يعني بحب الطالب يتفاعل أو الطالب تتفاعل معي، بحب التفاعل بين الطلاب، شيء جيد. أما قفل الشات مسألة بتحول المحاضرة من محاضرة إلى خطبة، ونحن مش في خطبة، نحن في محاضرة أخذ وعطاء. طيب أوكي، الآن نكمل. بس أرجو إنه أي واحد عنده أي سؤال يعني يتركها الأخير، لكي الطلاب، في عندنا طلاب بدهم ياخذوا محاضرة وينتقلوا إلى محاضرة أخرى إلى آخره، أو يغادروا عندهم ارتباطات عائلية، فيا ريت تتركوا لي الأسئلة للأخير يا شباب. طيب، فأنا بحكي أن الاقتصاد جاء للإجابة على سؤال أو لحل مشكلة اقتصادية تتمثل في الندرة النسبية للموارد. أنا عندي موارد تتميز أنها ليست مطلقة، أي أنها، فهذه الموارد أنا أريد أن أستغلها بطريقة مثلى لكي ألبي وأعظم المنافع للناس، وألبي أكبر جزء من حاجات الناس. فهمت علي؟ فمن هنا جاء علم الاقتصاد ليحل مشكلة اقتصادية. فبالتالي الاقتصاد حكينا نوعين، اقتصاد جزئي واقتصاد كلي. بالطبع الاقتصاد الجزئي يهتم بالوحدات الفردية، يعني يهتم الاقتصاد الجزئي بالطلب، مثلا الطلب على سلعة التفاح، على سلعة وحيدة ألا وهي سلعة التفاح من طرف المستهلكين. هذا الاقتصاد الجزئي يهتم بالطلب على سلعة وحيدة ألا وهي التفاح من طرف كل المستهلكين. أما الطلب الكلي، لما أحكي طلب كلي على السلعة، يهتم بطلب جميع الأفراد في المجتمع على جميع السلع والخدمات، كل السلع والخدمات. فهنا يتعامل مع الاقتصاد كوحدة واحدة. أوكي، وأمثلة كتير على الاقتصاد الكلي، استهلاك الكلي، الادخار الكلي، المستوى العام للأسعار، الناتج المحلي الإجمالي، إلى آخره إلى آخره. فكل هاي الأمور تعتبر ضمن الاقتصاد الكلي. البطالة أيضا، التضخم، التضخم لأنه هو تعريف تضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار. يعني إذا كان الاقتصاد جزئي يهتم بسعر سلعة الطماطم أو سعر سلعة التفاح فقط لا غير، فالتضخم يهتم بسلة من السلع وليس سلعة وحيدة. فمثلا لو ارتفع سعر التفاح فقط في البلد، هذا لا يعني تضخم. يجب لكي يحصل تضخم في البلد، يجب أن ترتفع سلة من السلع والخدمات في نفس الوقت معا، لكي يعتبر تضخم. ولا ارتفاع سعر الذهب في البلد لا يعتبر تضخم، سلعة وحيدة. أو أوكي، طيب البطالة تعريفها أنها تعطل لجزء من قوة العمل الراغبة والقادر عمل عند الأجر السائد. بالطبع نحن حكينا البطالة وقاعدة أو الرول
او معدل البطالة، كيف دخل البطالة مع امثلة عليها، امثلة حسابية، هذا سوف افرد له لقاء مستقل باذن الله تعالى في اللقاء السابع ان شاء الله او الثامن، اللقاء السابع او الثامن بنتحدث باستفاضة عن البطالة. لا انا حكيت كل السلع، كل السلع يا نورة، اما ارتفاع سلعة وحيدة في البلد مثلا بكرة ارتفع سعر الطماطم او البطاطا لوحدها او اوكي او سلعتين ارتفعوا، لا يعتبر تضخم، لا يعتبر، لازم سلة من السلع، سلة من السلع ترتفع كلها عندها يعتبر هذا تضخم، حصل تضخم ارتفاع المستوى العام لكل السلع في البلد، سلعة وحيدة، هذا اقتصاد جزئي زي ما حكت اختنا سلوى، هذا اقتصاد جزئي. طيب بالتأكيد أنتم بتعرفوا البطالة بتزيد، البطالة أيام الركود الاقتصادي في أوقات الركود، وبتقل لما يكون الاقتصاد يعمل بشكل جيد، يعني لما يكون في نمو اقتصادي بيكون عادة البطالة قليلة، لما يكون في ركود اقتصادي بيكون عادة البطالة كبيرة. أوكي لما يكون الاقتصاد مزدهر، اسعار النفط مثلا في السعوديه 100 دولار و120 دولار للبرميل، والاقتصاد منتعش، البطاله بتكون قليله، بتكون عاده قليله. اما لما يكون الان البطاله مرتفعه في السعوديه، في خصوصا لما كانت اسعار البترول 30 دولار و40 دولار قبل سنتين ثلاثه، زادت البطاله في السعوديه زي ما بتعرفوا، لانه انخفض الدخل وانخفض الانتاج الى اخره، فالشركات صارت تحقق خسائر، وجزء من لا تستطيع ان تلبي ان يعني ان تستقطب جميع الناس يشتغلوا، فهو المشكله. لكن موضوع البطاله هذا حكينا سوف ناخذ بالتفصيل في لقاء مستقل، وايضا التضخم واشياء اخرى ذكرت الان سوف يفرد لها كل واحد منهم لقاء او نصف لقاء باذن الله تعالى. في شيء اسمه النمو الاقتصادي، نحن نسمع دائما نما بالتلفزيون او نقرا بالجرائد نما الاقتصاد بنسبه 10% او نما الاقتصاد بنسبه 2.5%، او من المتوقع ان ينمو الاقتصاد السعودي العام القادم حسب التوقعات 3%. النمو، ما هو مقصود لما اسمع كلمة النمو الاقتصادي؟ يقصد فيه نمو الناتج المحلي الاجمالي، نمو الناتج المحلي الاجمالي، هو من نما ارتفع. يعني شو يعني نمو؟ يعني اذا كان الناتج المحلي الاجمالي بسنه، الان نحن في سنه 2018، اذا كان في سنه 2018 الناتج المحلي الاجمالي 100 مليار مثلا، 100 مليار دولار، السنه القادمه ب 2019 صار 120، اذا هناك نسبه نمو 20%، 20% فهمت علي؟ اللي هو ال 120 ناقص ال 100 بيعطيكوا 20، فلو قسمت 20 تقسيم ال 100 اللي كانوا اول فبيعطيك نسبه نمو 0.20 صح؟ اللي هو بيعطيك 20% نمو، ايوه هذا هو. اذا هو احد اهم اهداف السياسه الاقتصاديه، يعني اي دوله في الدنيا، السعوديه، امريكا، فرنسا، اي دوله في الدنيا احد اهم اهدافها للدوله كاهداف اقتصاديه هو تحقيق مستويات مقبوله من النمو، لانه لما ينمو الاقتصاد، لما يزيد الانتاج بيزيد الدخل، لما يزيد الدخل شو بصير؟ هون بصير الشعب عنده رفاهيه، عنده قدره يشتري السلع، عنده قدره بيتحقق رفاهيه، بيزيد الصرف، بيزيد الاستهلاك، لما يزيد الاستهلاك بيزيد الطلب على السلع والخدمات، لما يزيد الطلب على السلع والخدمات بتقوم الشركات بتوظيف العمال الى اخره للاستجابه لهذا الطلب، فبتقل البطاله، فهو ايوه ممتاز. اذا اهم شيء في الاقتصاد او اهم شيء في السياسه الاقتصاديه للبلد تحقيق معدلات نمو مقبوله في النمو الاقتصادي او نمو الناتج المحلي الاجمالي. ممتاز. طيب ما هي العوامل الرئيسيه اللي بتساعدنا في البلد انه نرفع
معدل النمو الاقتصادي، نرفع مثلا من 2% بالسنة نرفع ل 4%، او نرفع من 4% ل 5%. مين هي اهم العوامل؟ اول عامل اكيد اكيد هو توظيف جميع عناصر الانتاج. يعني ليش؟ لان انا عندي عناصر انتاج نوعين، عنصر بشري وعنصر مادي، عنصرين. فاذا العنصر البشري معروف، العمال. العنصر المادي، الالات، الجرافات، العدد، الماكينات. اوكي، وفي اوكي الان توظيف هاي العناصر جميعها في العملية الانتاجية بيؤدي الى ككمية، مش كنوع، الان بحكيش كنوع، ككمية عادة بيزيد معدل النمو الاقتصادي في البلد. اوكي الان في عندنا بالطبع في العناصر الانتاج، في عندك رأس المال، في عندك الارض. الارض تعتبر عناصر انتاج، الارض ايضا اذا حدا ذكر الارض، ما حدش ذكر الارض، حكوا العمل، رأس المال، تكنولوجيا، وحكوا التنظيم، الادارة، لكن في كمان الارض. الارض ايوه، من الارض تعتبر من ضمن العناصر الانتاج ايضا. طيب فهذه العناصر لا يكفي انك توظفها، يعني لا يكفي انك توظف عناصر الانتاج لديك في العملية الانتاجية، تدخلها في العملية الانتاجية. يحتاج هذا التوظيف ان يكون توظيفا امثل، يعني ما يعني اروح اوظف واحد، عفوا، مهندس، احطه مثلا يشتغل كاتب بشركة، او احط كاتب بشركة احطه في منصب مثلا في شركة، هو لا يدري. يعني هذا هون انت صح وظفت العناصر، لكن لم توظفها بشكل امثل او بشكل يتناسب مع مهاراتها، فهنا يعتبر توظيف غير امثل. فنحن هدفنا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من اجل كل واحد ياخذ مجاله ويكون متخصص في مجاله، مما يزيد معدل النمو الاقتصادي في البلد. ثلاثة من الأسباب بتؤدي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي أيضا في البلد، زيادة التراكمات الرأسمالية، الكابيتال اكوميليشن، يعني الشركات، مقصود فيها الشركات لما تحقق أرباح، الشركات لما تحقق أرباح عالية، عادة جزء من تلك الأرباح يتم إعادة ضخها في استثمارات جديدة. فهذه الاستثمارات الجديدة سوف تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي. فهمتوا علي؟ أيوة. أو إذا شركة حققت أرباح مرتفعة بتشتري آلات جديدة، بتحدث سكك الإنتاج عندها أو طرق الإنتاج عندها، بتدخل تكنولوجيا جديدة، بتدخل آلات كمبيوترات، كمبيوتر جديد، بتدخل آلة جديدة، كل هذا بيساعد على زيادة معدل النمو الاقتصادي. هل نحن مطالبين بالتعريفات الإنجليزية؟ لا، فقط للعلم، ليس إلا أكيد. أربعة، الاستثمار في الموارد البشرية، نحن تحدثنا فيها لما حكينا التوظيف الأمثل، أكيد. يعني أنا عامل ماهر أفضل من عامل مش ماهر. يعني أنا عشان أرفع معدل النمو الاقتصادي لازم أستثمر في رأس المال البشري من خلال تدريب وتأهيل العمالة لدي لكي تصبح عمالة ماهرة مدربة، بيؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجيتها لهذه العمالة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في البلد أكيد. طيب خمسة، استفادة من اقتصادية الحجم. أكيد كل ما كان مشروعات بتكبر، كل ما أدى ذلك إلى انخفاض متوسط التكاليف الكلية، وانخفاض متوسط التكاليف الكلية بيؤدي إلى زيادة الأرباح للشركات، وزيادة الأرباح للشركات بيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية. ممتاز. الآن ننتقل إلى شيء آخر، مصطلح آخر أو مفهوم مهم في الاقتصاد نسمعه كثير، ألا وهو الحساب مش الجاري. في واحد كتب لي الحساب الجاري، جنان الريمي، الحساب الجاري.
لا هذا اسمه الحساب التجاري، نسيت التاء. التاء بالطبع بالطبع يا حنان الريمي، الحساب التجاري لازم تعرفي انه هو جزء جزء من الحساب الجاري. الحساب التجاري جزء من الحساب الجاري، لان الحساب الجاري يا حنان يشمل حساب رأس المال، الحساب التجاري، حساب الذهب، حساب الذهب يشمل أشياء كثيرة، عرفت علي؟ فهذا الحساب التجاري هو جزء منه. الآن الحساب التجاري ما هو؟ هو صافي التجارة الخارجية. شو يعني؟ يعني بكل بساطة قيمة ما يصدره البلد مطروحا منه قيمة ما يستورده هذا البلد من الخارج، اللي هو الاكس للصادرات مطروحا منه الام الواردات. هاي لازم تعرفوها. الاكس، الاكس تعني صادرات، اكسبورتيشن ان انجلش. الام تعني واردات، الامبورتيشن. طيب الان الحساب التجاري له 3 حالات، اما بيكون متوازن اذا كانت قيمة صادراتنا كسعوديين، يعني نحن السعوديين بنصدر بترول وبنصدر تمر وبنصدر ايضا مثلا البان، وبنصدر بنصدر كتير شغلات للخارج، وفي نفس الوقت نستورد من الخارج سيارات، نستورد ملابس، نستورد احذية، نستورد كمبيوترات، نستورد اشياء كثير من الخارج، لانه الاقتصاد السعودي هو اقتصاد مفتوح يتعامل مع الخارج وليس اقتصاد مغلق. طيب الان اذا كان قيمه ما اصدره انا من بترول وتمر والبان يساوي تماما قيمه ما استورده من سيارات وكمبيوترات والى اخره، بحكي عن الحساب التجاري متوازن. أما إذا كان قيمة ما أصدره أنا إلى الخارج، قيمة ما أصدره من بترول وألبان وإلى آخره، أقل من قيمة ما أستورده، في الحالة هاي بيكون عندي عجز في الميزان التجاري. بمعنى لو أنا في عام 2018 كسعودية صدرت سلعة وخدمات إلى الخارج بقيمة 150 مليار دولار، واستوردت سيارات وكمبيوترات وملابس وعدد وماكينات إلى آخره بقيمة 200 مليار. أوكي، في الحالة هاي في عجز عندك قيمته سالب 50، عجز. يعني ليش 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 عجز؟ لانه انت لما تشتري السيارات من الخارج كسعوديه، انت اشتريت سيارات المانيه مرسيدس من المانيا. السعوديون مضطرون ان يدفعوا للالمان قيمه هذه السيارات، صح؟ فقيمه السيارات السعودية بيطلع، يعني شو بصير؟ يخرج من السعودية إلى ألمانيا عملة صعبة، يورو أو دولارات، صح؟ فجزء من دخل السعوديين يذهب إلى ألمانيا، يذهب إلى ألمانيا، خرج. عشان هيك حاطينها بالسالب الإم، لاحظ الإم حاطينها بالسالب. أيوه. أما لما الخارج يشتري البترول والتمر السعودي والألبان من المراعي، فالخارج مضطر أن يدفع لي قيمة هذه المستوردات، فيدخل إلى السعودية، يدخل إلى السعودية دولارات. فإذا كان قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات، 150 ناقص الواردات 200، فبيصير عندي سالب 50 عجز. 150 ناقص 200 يساوي ناقص 50، والناقص هو عجز. برافو. لكن العكس
لو كانت السعودية بتصدر 200 مليار والمستوردات هي 150، هنا بصير عندك الجواب بلس 50، فائض 50، فائض في الحساب التجاري. رائع، اتوقع اصبحت الامور الان كتير واضحة للجميع. صح، زائد 50 بصير. ممتاز، ننتقل يا شباب الى شيء اسمه الطلب الكلي والعرض الكلي، لانه نحن نسمع، لانه التوازن اصلا، التوازن في الاقتصاد بيكون لما يكون هناك الطلب الكلي من السلع والخدمات يتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات. فنحن بالطبع حكينا ان الاقتصاد، في الاقتصاد الجزئي لما اتحدث عن الطلب اقصد فيه طلب جميع المستهلكين لكن على سلعه واحده الا الا وهي مثلا التفاح. لكن في الاقتصاد الكلي عندما اتكلم عن الطلب الكلي فاتكلم عن طلب جميع الافراد على جميع السلع والخدمات. بيكون هيك التوازن بيتحقق لما يلتقي منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي. اخذتوه في الاقتصاد الجزئي ايضا، يعني التوازن في الاقتصاد الجزئي يتحقق لما يلتقي منحنى الطلب على التفاح مع منحنى عرض التفاح. النقطة التقاء المنحنيين هي نقطة التوازن، صح؟ أيوة. طيب، وفي الاقتصاد الكلي التوازن الكلي في الاقتصاد يتحقق عندما يتساوى منحنى الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي، يلتقي يتساوى. عندما يتساوى بصير عندك توازن، إذا ما تساوى بيكون في مش توازن، الاقتصاد غير متوازن بنسميه. هذا الكلام التوازن كله متى حنأخده؟ حنأخده إن شاء الله مش اللقاء القادم، اللي بعده، اللقاء الثالث حنبدأ بأمور التوازن ونشوف كيف الدخل التوازن الأمور هاي بإذن الله تعالى. طيب الآن، فالطلب الكلي، الطلب الكلي بالطبع تعريفه هو إجمالي الإنفاق الكلي المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين، بمعنى إجمالي إنفاق القطاعات الاقتصادية كلها، اللي هم القطاع الأول المهم قطاع الأفراد، اسم الإنفاق تبعه الإنفاق الاستهلاكي أو الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات اللي هو السي. السي هذا لازم تعرفوه من الرموز. الرموز اللي باللون النهدي ضروري تعرفوهم يا شباب، لانه يعتمد عليهم المعادلات بعدين. الرمز هذا السي لازم تعرف انه يرمز للانفاق الاستهلاكي، الانفاق الاستثماري، انفاق رجال الاعمال، انفاق رجال الاعمال يرمز له باي investment. خليني احكي لكم شو يعني السي. سي consumption، استهلاك. الانفاق الاستثماري طلب رجال الاعمال، لانه انا عندي القطاع الاول قطاع الافراد، انا وانت وهي بنروح نشتري خبز، بنشتري ملابس، بنشتري سيارات، بنشتري اقلام، بنشتري احذيه. طلبنا نحن كافراد اسمه الطلب الاستهلاكي، استهلاكي على السلع والخدمات السي. اما رجال الاعمال اصحاب المشاريع طلبهم على السلع الرأسمالية، طلبهم على الجرافات، الآلات، العدد، الماكينات التي تدخل في العملية الإنتاجية اسمه الطلب الاستثماري. استثماري هدفه الربح، هذا هدفه تحقيق أرباح، أوكي، اللي هو الآي انفستمنت. أما القطاع الثالث المهم القطاع الحكومي، إنفاقه على السلع على السلع والخدمات هو الانفاق الحكومي، جي government. government زي ما كتبت الطالبة مرام. اما القطاع الرابع والاخير يا شباب اللي هو قطاع التجارة الخارجية، انفاقه على السلع والخدمات اسمه صافي الانفاق الخارجي، بيسموه انفاق خارجي. صافي الصادرات نقصد به الصادرات نقص الواردات اللي اخذناها قبل شوي هيها في الشريحة قبلها. ايوه هذا اخذناه قبل شوي، شايفين اكس صادرات ام الواردات،
ايوه اكس ناقص ام يعني الصادرات ناقص الواردات. ممتاز. الان هذا الكلام، شوف شوف هذا الكلام، هذا الكلام كله اللي الطلب مكونات الطلب الاربعه سوف ناخذها بالتفصيل على مدى 3 أو 4 لقاءات، على مدى 3 لقاءات متواصل ان شاء الله. ان شاء الله نخلص المنهج باذن الله تعالى، باذن الله. الان نحن اخذنا شيء اسمه الطلب الكلي، طب ما هو العرض الكلي؟ العرض الكلي يا شباب اكيد مرتبط بالانتاج الكلي. اجمالي ما تنتجه الشركات داخل اقتصاد معين من سلع وخدمات، يعني اجمالي ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات خلال سنة معينة، خلال مثلا ما هو الناتج المحلي، ما هو الانتاج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية خلال سنة 2018 او 2017. هذا هو العرض الكلي. العرض عرض السلع والخدمات هو الانتاج من السلع والخدمات، لان الشركات تنتج وتبيع انتاجها. لم تنتج الشركات الا من اجل ان تعرض انتاجها وتبيعه. اوكي. برافو سلوى. يا سلوى الطلب يعتبر انفاق، صحيح الطلب يعتبر انفاق صح، والعرض يعتبر انتاج. كلام سليم، كلام 100% سليم. هي هون التوازن الاقتصادي حكينا فيه. هذا بدنا نشوف الان التدفق والرصيد. ماذا نعني بالتدفق والرصيد؟ بالتأكيد التدفق او التيار هو التغير خلال فترة زمنية معينة. مثال على ذلك الدخل، الناتج، الانفاق والاستهلاك، هذا هو التدفق، التغير خلال فترة زمنية معينة. اوكي، خلال سنة زي ما اجي احكي دخلك خلال سنة، هذا يعتبر تدفق. ليش تدفق؟ ليش تدفق؟ بمعنى انت تعمل الشهر هذا تاخذ راتب، الشهر اللي بعده تاخذ راتب، الشهر التالي تاخذ راتب، فهو تيار من الراتب. انت تستهلك، انت تستهلك اليوم وتستهلك غدا وتستهلك بعد غد، فهو تدفق. انت لا يتوقف الاستهلاك، يعني استهلاك يعتبر تيار خلال فترة. فأنا بحكي ما هو استهلاك السعوديين خلال سنة كاملة، بجمع استهلاكهم في شهر واحد زائد استهلاكهم شهر اثنين زائد استهلاكهم شهر ثلاثة إلى آخره، تيار. فهذا هو التدفق أو التيار. أيوة. أما الرصيد يا شباب، الرصيد يعني كمية ثابتة في لحظة معينة، كمية ثابتة في لحظة معينة. زي ما أسألك يا أخي كم رصيدك في البنك الآن، تحكي لي والله رصيدي مثلا 100,000. لو سألتك غدا كم رصيدك في البنك، ممكن يصير يزيد أو ممكن ينقص إذا أنت سحبت على الصراف الآلي أو كذا. من ضمنها مثلا الرصيد الثروة مثلا أسهم، عندك أسهم، الأسهم الآن في البورصة تعتبر رصيد. ليش؟ لانه اذا كان عندك مثلا 100 سهم في سابك، سعر السهم اليوم ريال، فانت ثروتك او رصيدك من الاسهم 100 ريال. لكن غدا افرض نزل سعر سهم سابك، اصبح بدل 100 ريال السهم الواحد اصبح 90 هللة. في الحالة هاي رصيدك غدا سوف يصبح 90 ريال وليس 100 ريال، صح؟ اذا هو كمية ثابتة في لحظة معينة. الذهب ايضا، يعني واحد عنده مثلا كيلو ذهب يعتبر رصيد، لانه هو يعبر عن كمية في لحظة معينة. كيلو ذهب هذا اليوم، افرض كيلو الذهب هذا ثروتك من الذهب 100,000، غدا ارتفع سعر الذهب، الكيلو بطل يجيب 100,000، اصبح يجيب مثلا 110,000. تغير في من لحظة الى لحظة، الذهب يتغير سعره من لحظة الى لحظة، اما ارتفاعة او هبوطة. ايوة صحيح، ممتاز. لا 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 الذهب لا 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 لا
الذهب، انت عندك سبيك الذهب، هذا لا يعتبر دخل، لا يعتبر تيار، لا هذا يعتبر ثروة، رصيد، رصيدي انا من الذهب الان اليوم 100,000، ممكن بكرة ينزل الذهب، ينزل رصيدي من الذهب الى السبيكة تبطل تسوى 100,000، تصير تسوى 90,000، صح؟ ايوه. فهي ليش؟ ليش؟ لانه سبيكة الذهب ثابتة، اقرأ الرصيد، كمية ثابتة، ككيلو ذهب كيلو ذهب، لكن 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 ما هو الذي يتغير؟ قيمتها، قيمتها اليوم 100,000، بكرة بجوز تصير 120، بعده بجوز تنخفض، فهمت علي؟ اما التيار او زي الاستهلاك، لما احكي لك الاستهلاك زي نهر جاري، زي نهر جاري، انت تأكل اليوم، غدا سوف تأكل، وبعد غد سوف تفطر وتتعشى وتتغدى، وبعده تيار، تيار مستمر، شان تيار فيها استمرارية. أيوة حلو. فهذا اللي قصدنا في شو يعني تيار. مستمر، تأكل اليوم، تأكل غدا، تستهلك، تستهلك، لا تتوقف، لا تتوقف. أيوة ممتاز ممتاز ممتاز. طيب أنت على رأس عملك اليوم بيجيك راتب، الشهر القادم راتب، بعده راتب، راتب 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 راتب، رواتب تنزل. ايوه تيار تيار تيار. ايوه ممتاز، فهمناها يعني. شو الأسئلة؟ حنعطيكم طريقة الأسئلة بعدين، نحن يعني الأسئلة نعطيك اياها بعدين بإذن الله تعالى، لما نيجي نخصص، بنخصص لكم، ببعث لكم اياهم طريقة الأسئلة عشان تتدربوا عليها بإذن الله تعالى، وبنحلها مع بعض. نعمل كويز، بنجيب لكم عن طريق أسئلة، بنعمل كويز وبنعمل مراجعة، يعني بنعمل شغلات هيك، بنرتب لنا لقاء نعمل فيه مراجعة، بس نمشي لسه ما مشينا في المادة يعني، بس نمشي لنا شوي في المادة، يعني بعد 6-7 أسابيع، بعد 6-7 أسابيع بنعمل لنا كويز باذن الله، وبنوريكم كيف طريقه الاسئله عشان تتدربوا عليها على الاختبار النهائي، ما تدخل الاختبار النهائي وانتم مش عارفين الامور. طيب الان شو يعني الناتج المحلي الاجمالي، جروس دوميستيك برودكت، وشو الفرق بينه وبين الناتج القومي الاجمالي، جروس ناشونال برودكت. اوكي، الناتج المحلي الاجمالي يا شباب هو القيمة النقدية لإجمالي ما ينتجه ما ينتج في الاقتصاد من سلع وخدمات ضمن حدود البلد المعني، سواء تم ذلك الإنتاج من طرف المواطنين السعوديين أو غيرهم خلال فترة زمنية معينة. يعني لما أنا أجي أتكلم عن ناتج محلي إجمالي للسعودية هو إجمالي ما ينتجه السعوديون وغير السعوديين داخل الرقعة الجغرافية، داخل حدود المملكة العربية السعودية. يعني الآن المملكة العربية السعودية يسكن فيها داخلها سعوديين، يمنيين، مصريين، أردنيين إلى آخره، صح؟ بنغال، باكستانيين، كلهم ينتجون، يعملون وينتجون. إجمالي ما ينتجه هؤلاء جميعا داخل حدود البلد يعرف بالناتج المحلي الإجمالي. بالطبع هذا التعريف بيستبعد أكيد ما يعود على المواطنين السعوديين من عوائد مالية وتحويلات نقدية من الخارج. من الخارج كيف يعني؟ يعني الأمير الوليد بن طلال مستثمر فلوسه بشركة أمريكية، تويتر أو مثلا جوجل، الآن تحصل على أرباح في نهاية كل سنة، جوجل كشركة تحقق أرباح، بتوزع على حاملي الأسهم تبعونها عوائد. العوائد هاي اللي تأتت للأمير السعودي الوليد هاي قام بتحويل أعادها إلى السعودية، أخذها من أمريكا مثلا 50 مليون دولار ونقلها لحسابه هون في الرياض. هذا 50 مليون لا يدخل من ضمن الناتج المحلي الإجمالي،
لأنه تحقق في أمريكا وليس داخل حدود الرقعة الجغرافية السعودية. فهمت علي؟ أيضا افترض إنه أنت والدك يعمل في فرنسا في شركة فرنسية في فرنسا، ويقوم وأسرته تعيش في الرياض، ويقوم والدك كل شهر بتحويل $1000 أو $2000 لعائلتكو في الرياض. هدول الحوالات اللي دخلت من الخارج إلى داخل المملكة العربية السعودية لا تدخل ضمن الناتج المحلي الإجمالي. أيوة يا هداء محمد، صح، تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي القومي، اللي هناخده بعد شوي، اللي هو تعريفه قيمة النقدية الإجمالي ما ينتجه مواطنو البلد فقط، بغض النظر مقيمين في السعودية أو في الخارج. بمعنى أي واحد يحمل جنسية المملكة العربية السعودية. صح إيمان، إذا والدك إيمان يعمل في فرنسا، راتبه دخله إنتاجه يدخل في الإنتاج المحلي الإجمالي في فرنسا يا إيمان. كلامك سليم، صح. أوكي، الآن فأنا كنت بحكي يا شباب، بحكي الناتج القومي الإجمالي هو ما ينتجه مواطنو البلد فقط، يعني فقط السعوديون، سواء كان يقيمون داخل المملكة أو يقيمون خارجها. فهمت علي؟ فبالتالي استثمارات الوليد بن طلال الآن استثمارات الوليد بن طلال اللي حكينا لا تدخل فوق في الناتج المحلي الإجمالي، الآن أصبحت استثماراته مع انها في الخارج تدخل ضمن الناتج القومي، قومي السعوديين الوطني، القوم فقط، القوم اللي هم يحملون جنسية البلد، يعني السعوديين اللي بينتجوا داخل السعودية زائد السعوديين اللي بيشتغلوا في ألمانيا وفرنسا وأمريكا، دخلهم يسمى الناتج القومي، أو في ناس يسموه بدل الناتج القومي بيشيلوا الناتج بيحطوا الدخل القومي الإجمالي. فهمت علي؟ هذا هو المقصود فيها، وبذلك يتم استبعاد قيمة إنتاج غير المواطنين، حتى زي البنغال، المصريين، التونسيين، الأردنيين، إنتاج غير المواطنين حتى لو كانوا ضمن حدود البلد. يعني فهمت علي؟ يعني الأردني اللي بيشتغل في السعودية دخله لا يدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، لا يدخل. الأردني دخله يدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي لبلده للأردن، أيوه، لكنه الأردني اللي بيشتغل داخل السعودية يدخل دخله إنتاجه ضمن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. فهمنا، ممتاز، رائع يا شباب، رائع. أتوقع الأمور أصبحت كتير بسيطة لكم. الآن بدنا نشوف الفرق بين الاكتناز والادخار. نحن حكينا المصطلحات الإنجليزية السيفينج والأمور هاي، مش مطلوبة، فقط الهدف تعرفوها، إلا إذا أنا حكيت لك هذا الرمز لازم تعرفه، عندها لازم تعرفه، إذا حكيت لك هذا بالإنجليزي لازم تعرفه، ما عدا ذلك لا. طيب، الاكتناز والادخار. الاكتناز يعتبر ظاهرة غير صحية، غير حننزلهم بإذن الله في الموقع، هذه الشرائح جميعها حتنزل في الموقع اليوم لما أطلع قبل ما أروح البيت، حنزلكم إياها عشان تأخذوهم بإذن الله تعالى. أوكي، الآن شو حكيت أنا؟ الاكتناز ظاهرة غير صحية. ليش؟ لأنه عندما يتم كنز المال يتم حبسه عن التداول في الاقتصاد، يتم إخراجه من دائرة التدفق الدائري للاقتصاد، فيخرج، لما يخرج المال يتعطل جزء من الموارد الضرورية من أجل الاستثمار وإنشاء شركات وإلى آخره وتوظيف عمال إلى، فبالتالي هذا يعتبر ظاهرة مرضية. أما الادخار لا، إذا أنت ادخرت حطيت فلوسك في البنك، البنك سوف يأخذ هذه الفلوس
ويعيد ضخ مرة أخرى في الاقتصاد، أوكي، يعيد توظيف مرة أخرى في الاقتصاد، حيث يقرض رجال الأعمال الذين يحتاجون هذا المال أو هذه المدخرات من أجل إنشاء المصانع. فصح هو خرج عندما ذهب إلى البنك، خرج مرحليا، لكنه تم إعادته عن طريق القروض إلى الاقتصاد مرة أخرى. فهمتوا ليش؟ أيوة. الفرق بين الضرائب التاكسز وصافي الضرائب النت تاكسز الآن، بالطبع الاكتناز، ممكن توضيح سمعت حكينا الاكتناز، شو يعني الاكتناز؟ يعني أنا خليكم معي، أنا معي فلوس، معي 200,000 ريال، رحت اشتريت فيهم سبيكة ذهب وحطيتها في البيت، هون اكتنزت أنا. الذي وفي القرآن حرم الاكتناز بالقرآن الكريم، الذين يكنزون الذهب والفضة، صح؟ انت بتعرف محرم. فهون عملية الاكتناز حرام اصلا. فليش؟ لانه الميتين الف كان لو انا ما حطيتهم كسبيك الذهب، كان هدول مفروض ينشئوا لي مشروع، اشتري فيهم ليموزين، اشغل عليه سعودي. يعني هذا اكتناز خرج من دائرة التدفق، لم يعد داخل دائرة التدفق، صح ولا لا؟ فهون هذا مشكلة، بيعمل مشكلة اقتصاد، لانه يخرج جزء من رؤوس الاموال يجمدها. طيب الان الفرق بين الضرائب التاكسز وصف الضرائب، الضرائب اكيد الضرائب مجموع ما يدفعه القطاع الافراد او العائلة للحكومة كضريبة على الدخل. اما صافي الضريبة فهو حصيلة ما يدفعه قطاع افراد للحكومة كضريبة، اللي هو الضرائب الفوق، مطروح منها ما يتسلم القطاع الحكومي كاعانات ودفعات الضمان الاجتماعي. هدول اسمه صافي الضرائب في البلد، بكل بساطة بكل بساطة. اخيرا ويعطيكم الف عافية، اخر شريحة، الدخل الشخصي والدخل المتاح. اكيد الدخل الشخصي هو عبارة عن الدخل القومي بعد ما نخصم عوائد التي لم يتسلمها العنصر الانتاجي، وهو يساوي الدخل القومي ناقص ضرائب ارباح الشركات ناقص ارباح المحتجزة ناقص اقساط معاشات التقاعد زائد مدفوعات التحويلات. بدكم تعرفوها، لازم تعرفوها. اما الدخل الشخصي هو المتاح disposable income، هو نفسه الدخل الشخصي اللي فوق رقم واحد، نطرح منه الضرائب المباشرة. يعني الدخل الشخصي المتاح هو رقم واحد، الدخل الشخصي اطرح منه الضرائب المباشرة على الدخل، بيعطيك الدخل الشخصي المتاح المتبقي. طيب انتهت محاضرة شباب، يعطيكم الف عافية. اللي بده يغادر بيستطيع يغادر، واللي عنده اي سؤال انا تحت امره بيستطيع يسألني. نموذج بشاير وانا نموذج حق تطبيق دائرة الدخل المفتوح رح ندرسها، رح ندرسها ان شاء الله يا بشاير بإذن الله تعالى، اكيد حنخصص لها لقاء المفتوح، حندرسها ان شاء الله بإذن الله، حندرسها، بس حندرسها باقتضاب، يعني باقتضاب بحاول ابسطها لكم. اوكي دكتورنا عزيز، اعطاني سؤال نظري دخول متاخر، هاي الشرائح تنزل، الشرائح اليوم هلا بدي احاول ادخل، وهي شرائح بسرعه انزل لكم اياهم، هلا بدي انزل هاي الشرائح مباشره، السبعة وثمان شرائح، ثمان شرائح، هلا بدي انزلها في المنتدى، بيجيك رساله على جوالك نحط داخل مفتوح. اوكي تابع، يا ريت اختصارات انجليزيه، اختصارات نحن حنعطيك اياهم لاحقا، نحن حنحكي لكم مين اهم الشغلات اللي لازم تعرفوهم كاختصارات لما نيجي عليهم، ناخذ في اللقاء الرابع او الثالث حنحكي لك هدول احفظهم، هم مش كتار. اوكي لا يتجاوزوا عشرة، يعني بحدود بين يعني عشرة بدكم تعرفوهم، زي البي المستوى العام الاسعار، زي الام
الماني سبلاي، عرض النقود، زي الاي انفستمنت، زي السي، قبل شوي حكيت لكم عليهم، حاحكي لكم عليهم انا عشان تعرفوهم، بس لازم تعرفوهم اللي هو الرموز، الرموز بالانجليزي لازم تعرفوهم، لازم تعرفوهم كرموز. اشوف الضرائب وصف الضرائب يا دكتور. مالك اهدى، شو هو موضوع الضرائب وصف الضرائب؟ حكينا الضرائب هون، الضرائب، انت الضرائب يا اهداء، خليك معي، انت دخلك يا اهداء 10,000 ريال. اجت الحكومة السعودية حكت لك بدنا ناخذ منك ضريبة 10%. فهنا هنا كم بياخذوا منك الحكومة ضريبة على الدخل تبعك؟ اضربي 10,000 ب 10%، 1000 1000 صح؟ بياخذوا منك 1000، فالضرائب مجموع، فمجموع ما يدفعوا قطاع الافراد، انت دفعت 1000، اخر دفع 500، اخر دفع 300 للدوله حسب راتبه، اجمعيهم مجموع ما يدفع قطاع الافراد لعائله الحكومه كضريبه على الدخل والضرائب بكل بساطه، فهمت علي؟ ويشمل الان هذا الضريبه على الدخل، في ضرائب اخرى، ضريبه المبيعات، ضرائب اخرى، هلا في انواع الضرائب، ضرائب مباشره، ضرائب غير مباشره، اوكي، هون ندخل في اشياء اخرى، بدناش نتوسع كثير، لكن فهمت علي؟ صافي الضرائب يا اهداء، هلا حصيله ما يدفع قطاع افراد الحكومه كضريبه، هلا الحكومه بتاخذ منك ضريبه 1000، بتاخذ مني 500، وبتاخذ من زميلتك 300. جمعت لها مثلا الحكومة جمعت 500,000 ريال مثلا للتبسيط ضرائب، او 500 مليون ضرائب. الان الحكومة في قطاعات شرائح الحكومة تعينها، يعني ناس عاطلين عن العمل زي برنامج حافز، عاطلين عن العمل الحكومة بتعطي لكل عاطل عن العمل مسجل برنامج حافز 2000 او 3000 ريال بالشهر، صح؟ إعانة بتعينه، فهون بيطلع اخذت منك، شوفي اخذت منك 1000 ريال واخذت منك 500 وراحت على الاقل حظا المعدوم اللي هو عاطل العمل، واعطته منهم شو؟ إعانات. هذول اطرحي ما حصلت الحكومة منك ومني كضرائب على الدخل، اطرحيهم ما اعطت الحكومة للمتقاعدين للعاطلين عمل، بيطلع صافي الضرائب. ارجو ان يكون مفهوم. لا شكر عواجب. لا شكر عواجب يا شباب. الان اوكي، الاسئلة رش، مش قادر الحق عليكم اسئلة، ان شاء الله مسهل عليكم، ما رديت على السؤال، اي سؤال، الاسئلة بتنزل على الشاشة رش، انا عم بحاول اقرأ الاسئلة. على راسي، حياكم الله يا شباب، هذا واجب. الدخل الشخصي ما فهمته، في حدا حكي ايمان المجاهد، الدخل الشخصي في البلد، يعني خليكي انت، بدي ابسط لك، انت دخلك الشخصي، انت على مستوى الفرد دخلك الشخصي، انت اعتبري حالك بتشتغلي في شركه، الان الشركه هاي انت بتشتغلي فيها، انت عاده راتبك مثلا 10,000 ريال، ما بتاخذي 10,000 ريال، انت راتبك بتاخذي ال 10,000 ريال منقوص منه قسط التقاعد لما يصير عمرك 60، منقوص منه قسط التأمين الطبي، منقوص منه أشياء كثيرة، فهمتي يا إيمان المجاهد؟ فدخلك الشخصي، فلما يجيك القسيمة بيجيك قسيمة بالتوتال بسموه الدخل الكلي، مخصوما منه قسط التأمين الطبي، قسط التأمين الاجتماعي، قسط الضمان الاجتماعي، أشياء كثيرة بتنخصم منه، وتستلمين هذا هو الدخل الشخصي بكل بساطة، فهمت علي؟ على مستواك الفردي. الآن على المستوى القومي الأكبر
هو الدخل القومي اللي هو دخلك مثلا 10,000 ريال، ما تروح منه ضرائب ارباح الشركات، ما تروح منه ارباح المحتجزه، ما تروح منه اقساط معاشات التقاعد. لا فهمت علي؟ هذا هي على مستوى اكبر يعني. انا بحكي اوكي. حياك الله حياك الله. طيب يا شباب انا عندي لاني لقاء بعد شوي مضطر اطلع، والا كان بودي اجلس معاكم اكثر، لكن ان شاء الله اللقاء القادم بنحاول نجاوب على اكبر عدد ممكن من الـ من الـ من الاسئله باذن الله تعالى. ونحن حكينا بالنسبه للكوزات حنعمل بعد مرور 6 أسابيع 7 أسابيع حنعمل لكم اختبار عشان تتدربوا على الاختبار النهائي. اكيد لازم ضروري، هذا ضروري. طيب يعطيكم الف عافيه شباب، نلتقي باذن الله تعالى الاسبوع القادم في نفس التوقيت فحتى ذلك الوقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله جميعاً.